السلام عليكم ومرحبا بكم، اسمي ياسين، عدت لكم بحلقة جديدة من لعبتكم لعبات جراند سان اندرياس. رجل الشرطة هنا هو يقوم باللحاق بهذا المجرم، وهذا المجرم هو يجري. شاهدوا 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 شاهدوا، جاي 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 جاي، سأتركه لك يا روح. لا اعتقدتم بأنني سأساعد رجل الشرطة؟ اجري يا رجل الشرطة يا المغفل، لن أهتم لك نهاية. ذهبت أيام مساعدة رجال الشرطة وتلك الخزعبلات لأنهم لا يحترمون المواطنين، لهذا السبب اجري. ونحن دا حصلنا على هذا المحل، لكن مع الأسف سي جي فإن غضبان جدا ببساطة لأن تم إعطاء محل سيء جدا. We're alive، على الأقل نحن أحياء. نعم ريلاكس مان، الآن ماذا سيفعل سي جي؟ ميوت. كازن جيز ماي فاميليا، قال لها كذلك هيز كازن، يعني ابنة عم أو ابنة عمتي، لست متأكد. الكازن لديه الكثير من المعاني باللغة الإنجليزية، والآن سي جي غضبان جدا لأن بسبب كاتالينا المغفلة وبسبب ذلك الميوت الذي لا يتحدث، هو يتحدث عن كلاود. كلاود نجم جد إيتري. نعم هيا أختي تعاتبه، قالت لا على الأقل لقد حصلت على محل جيد، رغم أن بالفعل مهجور وسيء، لكن على الأقل حصلت عليه لأن كاتالينا الشيء الذي فعلته هي أنها قامت بإعطائه هذا المحل، واعتقد السي جي بأن هذه المنطقة ستكون جيدة ورائعة، لكن مع الأسف ليس جيدة. هناك كذلك بعض من الجليتشات في الخلف الآخر بسبب التكسر، لن نتحدث عن تلك الأمور، فقط سنسكت لأن لو ختموا اللعبة لقوم بإصلاح تلك الأشياء، مع الأسف لم يقوموا بتختيم اللعبة. على الأقل لقد حصلنا على محل لكي تبدأ تجارتك فيه يا صديقي أيها المغفل سي جي. كاتالينا رغم أنها أخذت جميع الأموال، لكن على الأقل هذه المنطقة رائعة إذا قمت بتحسينها فقط، وهي موجودة في مكان مميز ليست بعيدة كثيرا على الداون تاون. وهو صديقنا قال لي هيا لكي نصعد معه وسنكتشف ما سنفعله، لأنني لم أقرأ جيدا ماذا قال بالضبط. How you meet these dudes؟ سأل كيف تقتل بهؤلاء الأشخاص. الآن سيتحدثون، لن نهتم كثيرا لهذا الحديث، سنحاول التركيز فقط على السياق والذهاب للمكان. نحن ذا وصلنا للزومر، محطة الزومر. ماذا سنفعل يا رفيقي في هذه المحطة؟ لديهم موتور سايكل. أوه سنلتقي بذلك الشخص العامل، هذا هو الميكانيكي، اسمه جيترو. سيصعد معنا. قال لها لقد وجدت لك عملا حقيقيا، كأن هذا العمل الذي يفعله فإنني حقيقي، كما يقول لنا نحن الناس ويقومون بسبنا نحن اليوتيوبرز ويقولون اذهب وابحث عن عمل حقيقي، لأن العمل في اليوتيوب ورفع الفيديوهات فإنني ليس عمل حقيقي. أخبروني أنتم في الردود يا أصدقاء، هل العمل على اليوتيوب حقيقي أم ليس حقيقي؟ ما هو العمل؟ يجب علينا أولا وصف ما هو العمل لكي نكشف هل العمل على اليوتيوب حقيقي أم لا. العمل هو فعل شيء ما لشخص ما أو لأنفسكم، لكن في أغلب الأحيان تفعلونه لشخص ما، مثلا نحن بأننا نقوم بتسجيل مقاطع من أجلكم، البائع الذي يبيع مثلا الخضار أو الفواكه أو السمك فإنه يبيع تلك الأشياء من أجل الناس الذين سيقومون بشرائها وسيقومون بأكلها أكيد. ونحن نبيع الانترتينمنت. ما هي الانترتينمنت؟ وهو الترفيه، نحاول الترفيه على الناس بهذه الألعاب تختيمها إلى آخره. ابتعدوا يا أيها الكلاب، ذلك الشخص لقد غضب. أخذ البالا وهو جاعني يريد التدمير بها. البالا باللغة المغربية أو باللغة الجزائرية كذلك، لأن الجزائريون يسمونها البالا كذلك، فإنها المجرفة باللغة العربية. وسنذهب الآن سنذهب للمستشفى. نعم العالم من الظاهر علي أنها مستشفى. المهم أي شخص فإنه يشتغل من أجل شخص آخر، وكذلك في الشركات فإنكم تشتغلون من أجل صاحب الشركة لكي يقوم بإدخال أموال طائلة، نفس الشيء تقريبا. وهنا أستنتج أن اليوتيوب كذلك فإنه عمل، وبعد فعلكم تلك الأشياء من أجل أولئك الناس الشيء الذي يحدث هو أنكم تربحون أموال، يعني في كل شهر يتم دفع مبلغ لكم على حسب عملكم. نفس الشيء كذلك في اليوتيوب، يتم دفع مبلغ كل شهر لليوتيوبرز على حسب كل شخص، مثلا عدد المشاهدات، نوعية الإشارات التي ظهرت لنا. الأرباح فإنها تختلف من قناة لقناة وعلى حسب الدول التي تشاهدك، مثلا إذا شاهدك الناس من السعودية أكيد أرباحك فإنها ستكون مضاعفة، لأن السعودية يقومون بالاستثمار كثيرا في الترفيه في الانترتينمنت، عكسنا نحن مثلا في المغرب والجزائر
نربح فئة ضعيفة جدا ضئيلة، وهو هذا الشخص الأخير سنقوم بأخذه كذلك. تقريبا هذا هو الفرق، أمور بسيطة جدا. ونحن في شمال إفريقيا بصفة عامة فإننا لا نقوم بمساندة اليوتيوبرز بل نضحك عليهم فقط، عكس مثلا الناس في الخليج فإنهم يساندون بعضهم البعض. فقط ضعوا مقارنة ما بين الردود الخاصة بالدعم هناك والردود الخاصة بالدعم عندنا في شمال إفريقيا، واستكشفون عما أتحدث. نعم. الآن بعدما تعرفنا على هؤلاء الأشخاص لا أعرف ما علينا فعله، لأنني نسيت من زمان قمت بتختيم جديدة إيسان أندرياس، نسيت ما علينا فعله. طلب مني الذهاب الآن لمنطقة أخرى، سنمر من هنا كي لا نقوم بتضيع الكثير من الوقت. أني إذا عدت للخلف وهذه السيارة فإنها ثقيلة جدا، تمنيت لو أعطونا سيارة أخرى جيدة. أصلا إذا كنتم ستعطونا سيارة ما على الأقل أعطونا سيارة جيدة من ناحية الهاندلين، وكذلك لا بأس بها من ناحية السبيد. هل هذه هي مهمة تلك الهليكوبتر؟ لا لا لا، لأن هنا كانت لدينا مهمة هليكوبتر خطيرة جدا. You know the drill. Don't look interested in anything. In anything. نعم فهمت. Picture a pink golf ball in your mind. In your mind. جيد. هو لقد تحرك. We're good to go. We're good to go. Spacehead. There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. نعم. He could fix a supercomputer with a paperclip. فهمت. سيقوم بأخذنا الآن عند زيرو. ذلك الشخص خاطئ. ورائع من ناحية تلك الأمور الإلكترونية. يقوم بصناعة تلك الأشياء. الآن سنذهب عنده. وهو بعيد جدا، يعني علينا الصعود للفوق. لن نتبع الويف بوينت لكي لا نتأخر. نصعد للفوق ونمر هنا بالقرب من ذلك الهوت دوغز أو المكدونالد. الآن سنذهب مباشرة لن ندور من هذا المكان. أن بهذه الطريقة ستسرعون، وإذا ضغطتم على المكابح فإنكم لن تضغطوا كثيرا عليها. ستضغطون عليها فقط أثناء فعل الدورات. وفي هذه الأثناء سأدور. يعني لا أخفض السرعة كثيرا. مرة أخرى نضور باحترافية ولن نخفض السرعة كثيرا. هذه السيارة أسوأ سيارة من ناحية الهاندلين. ممكن أن تكون هناك سيارة أسوأ بكثير منها، لكن هذه من بين السيارات السيئة جدا. وهو هذا الشخص الإلكتروني، رأيتم؟ هو يقوم بالتحكم الآن بتلك الطائرة، طائرة الهليكوبتر التي تحكمنا بها في فايس سيتي، وهذا الشخص يتحكم بها بطريقة احترافية جدا. ها هو صعد معنا، والآن سنذهب للمقر الخاص بالسي جي. سنذهب للجراج وبعدها نتعرف عليه وممكن أن نبدأ البيزنس هنا. مستر دتروت هو الشخص الذي قام بمساعدته، لن ننسى خيره نهاية. لولا مستر دتروت لا ما استطعنا يا رفاقي الحصول على نفوذ في هذه المنطقة، منطقة سان فييرو. شخص الذي يبيع الهوت دوغ سبقنا للمكان. ويل ترانسفورم ذيس بليس. نعم هم الشباب جاءوا، سنحاول الآن تحويل هذه المنطقة. ذلك الشخص الميكانيكي سيشتغل معنا هنا، زيرو الشخص الإلكتروني كذلك، والشخص الآخر الذي يبيع الهوت دوغ سيقوم بصناعة الأكل من أجلنا. أحسنتي، كيف سنستطيع الآن؟ هيا بروبرتي، سنقوم بشراء البروبرتي. Fix it up and sell it. Wow. You turn a property into a business. خطير فهمت. Snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl. This place is so good. And when it does, we are going to have money. Money, نعم. If you want to make something of yourself, you got to let your money. أكيد البيزنسمان. Yes. يجب علينا استثمار المال لكي يعمل من أجلنا المال. سي جي فإنه رجل عصابات لا يعرف نهائيا طرق الاستثمار وهذه الأشياء. ولقد غضب أصلا عندما رأى بأن هذا المحل سيء، لأن ليس لديه أموال لكي يقوم بإصلاحه. الشباب لقد جاءوا بدأوا في تنظيف المحل. اللوغو الخاص بالزومر لازال لم يتطور بعد، لكننا في الطريق الصحيح، وهي لكي نفعل المهمة الثانية من هذا المقطع. 555 وي تيب. المحل أصبح نظيف رائع صراحة، لقد تنظفوا بشكل جميل. من هو هذا الشخص الذي اتصل بي؟ أوفيسر بلاسكي إنتو ترابل. ممكن أن هذا الشخص هو الشرطي أسود البشرة. He doesn't snitch. My brother. He's a DA. اشتغل مع الدي اي.
موجود في لفان كوف هوتيل فاينانشال. الكلب الغبي يريد مني الان ان اقتل الدي اي. الدي اي فانه من بين الرجال الخطيرون جدا في الدوله. ذلك المغفل يريد مني ان انهي حياته لكي لا يقوم اكيد بتعذيب اخي في السجن. يجب علينا فعل هذه المهمه من اجله. ذلك الكلب صراحه لو على نفسي لما قمت بمساعدته. في لعبه جي تي اي 6 ممكن ان يظهر السي جي اخيرا، وانا متحمس صراحه لتلك اللعبه، ولا استبعد ان السي جي سيظهر وسيكون غني جدا، لان في الاخير عندما قمنا بالانتهاء السي جي كان يمتلك ثروة هائلة في سان أندرياس بصفة عامة، يعني في المدن بثلاثة، جروف ستريت تمت السيطرة عليها، وكذلك في سان فييرو كانت لديها مشاريع كبيرة، وفي لاس فانتوراس وهي لاس فيغاس كانت لديها من مشاريع خرافية جدا، وهنا نستنتج أن السي جي فإنه غير موجود في الليبرتي سيتي نهائيا، لأن سافرنا لليبرتي سيتي في جي تي أي 4 لم نجده، في جي تي أي 5 نحن نلعب القصة في لوس سانتوس، كذلك في لوس سانتوس لقد شاهدتم الشيء الذي حدث يا أصدقاء. سي جي غير موجود نهائيا. الحي عصابات البالاس قاموا بالسيطرة عليه. مؤخرا قمت بتنصيب احد الموضات واستطعنا اعادة السيطرة على ذلك الحي باستعمال فرانكلين. الان سانتظر حتى يقوم بركن تلك السيارة، وبعدها ساقوم بتدميرها. هو جاي. كيف حالك يا رفيق؟ هل انت بخير؟ ركن السيارة ولم يركنها باحترافية نهائيا. وها هو يتحرك. الى اين سيذهب؟ لا اعرف. هنا يحاول العودة ويجري. تعال الى هنا يا الموف. هيا هيا هيا. انزل عليه. يا سلام، لقد فقد الوعي. لا تقلقوا، وانا عند ارسدين الملابس الخاصه به وهي التي نشغل. لو كان في امكاني جره لقمت بجره وقمت بتخبئته في الترانك الخاص بتلك السياره او في سيارتي، لان الترانك الخاص بالسياره التي جئت بها فانها كبير. لدينا هناك كذلك محل للبيتزا. يجب علي الاكل لاني من زمان لم اكل. كارل جونسون سيصبح ضعيفا شيئا. نعم انا هو نيو وان يا رفيقي، سانتظر هنا وسابدا العمل. الدي اي از درايفين ا بلو ميريت. تذكروا معي الدي اي يقوم بسياقه البلو ميريت، وخرج من تلك البنايه فيها رايه امريكا، يعني انها بنايه خاصه بالدوله. فهمت البلو ميريت، ها انا ذا ساتذكره. هذا الشخص لقد جاء. ذهب صديقنا لكي يقوم بسياقه سيارته، ونحن سننتظر الدي اي حتى سياتي وسنذهب لسيارته. لا استبعد ان الدي اي هو ثالث شخص سياتي، يعني يجب على هذا الشخص اخذ السياره وبعدها السياره التي تليها فانها خاصه بالدي اي. نعم هذه السياره ليست خاصه بها. ما سافعله هو انني ساقوم باخذ تلك السياره وساقوم بتلغيمها اذا لا زلت اتذكر، او اني ساضع لها سم. شخصيات في هذه الاثناء لم تتم برمجتهم بشكل جيد. راقب هذه الفتاه ستاتي وستقف هناك ولن تدخل للاوتيل. اشاهدتم لقد ذهبت. تمنيت لو تم فتح هذا الاوتيل وفي امكانكم الدخول على الاقل للجزء السفلي لكي نحس بان اللعبه حيه ونحس بان البنايات تم صناعتها بشكل جيد، لكن مع الاسف هذا لن يحدث. والدي اي في اي لحظه سياتي. وبالفعل الدي اي ها هو لقد جاء. السلام عليكم يا صديقي، كيف حالك؟ هيز ا جود تيبر. نعم هذا هو الشخص الدي اي. قال لي بأنه is a good chipper. أكيد good chipper. سأمر من هنا وسأختصر الطريق عليه لكي لا أضيع على البنزين. الشخص المسكين الآخر هو جاي. أوه لا، نسيت نسيت نسيت. يجب علي أخذ السيارة يا رفاق لمنطقة الانفجارات وتفجيرها، لكنني خدعتهم على الأقل لكي يعتقدوا بأنني لقد قمت بوضعها في ذلك المكان. نختصر الطريق من هنا كذلك لكي لا نتأخر. إذا قمت بحادثة سير فيجب علي تعديل هذه السيارة لكي لا يشك في ذلك الدي اي نهائيا. لا يوجد توقيت لحد الآن. الدي اي المسكين سيعتقد بأنني قمت بأخذ سيارته، لكن الشيء الذي لن يتوقعه الدي اي هو أن سيارته سيتم تفخيخها الآن. هذه السيارة على الأقل لا بأس بها من ناحية السرعة، أعجبتني. والجميل في الأمر حتى ولو قمتم بخدشها أو فعلتم حادثة سير فإن ريسبري قريب جدا منا هنا، وهناك معارك شرسة في ذلك المحل، رأيتم؟ هناك هناك، راقبوا الناس، راقبوا الناس، لقد خرجوا. شاتو لدينا توقيت، لدينا توقيت، علي إسرع. رجال الشرطة، لست متأكد الشيء الذي حدث في ذلك المكان. أوه، أمسكوا به. هناك مجرم. ممكن أن إرهابي. رجال الشرطة، الناس هربوا. ممكن أن كان هناك إرهابي. أراد تفجير نفسه في ذلك المكان، فبدأ الناس في الهروب. وردت صراحة اكتشاف الأمر، لكن بما أن هناك توقيت وممكن أن أفعل حادثة سير لهذا السبب يجب علي الذهاب. يعني إذا فعلت حادثة سير سأضطر لكي أتجه مرة أخرى للريسبري وسنضيع الوقت. هانذا سأركن السيارة باحترافية
لن يفهم الدي اي اي شيء، وساركنها لها هكذا بالخلف. يعرف الدي اي بان يتعامل فقط مع الناس المميزين. Is coming to return the DA. فهمت. الفاليد سيقوم بإعادة سيارة الدي اي له. ها هو بالفعل. ونحن هي لكي نذهب ونكتشف ما سيحدث. سنتفرج في الدي اي. ها هو الدي اي. رأيتم هذا 100% هو ذلك الدي اي. لا أعرف صراحة لأنني لم أتذكرها جيدا. وها نحن دا ننتظر. اتصل برجال الشرطة. فهمت، لم يضع عليها القنبلة، لقد وضع عليها المخدرات. والآن الدي اي سيتم الإمساك به. أوه، قال له ما تعرفون مع من تتعاملون. أي هذا أباج. وبالفعل سيجد المخدرات. أوه، هالف في مكسيكو. نصف مكسيكو. How could it be? رجل الشرطة ضرب الدي اي أصدقاء. قام بإمساكه، أخذوه للسجن بسبب تيمبين المغفل الغبي. حدث هذا وذلك الدي اي ذهب للسجن ظلما وعدوانا. وفي إمكاننا الآن فعل هذه المهام هنا. مشكلة هذه المهام هو أنها لا تظهر في الخريطة، وهذا مشكل كبير. أما بالنسبة للفاليش يونيفورم لقد حصلنا عليها الآن في الواردروب الخاص بنا، وهي لكي نتجه عند سيزر كي نفعل المهمة الأخرى. اسم المهمة The Construction. هل ممكن أن هذه هي المهمة؟ أتوقع ذلك يا أصدقاء. أختي لماذا تشعرك؟ أوه، الكلاب سبوها. Construction workers. سيزر يريد تدميرهم. تتدمى اللسن. نعم، أختنا يا رفاق، بعدما جينا لكي نقطن في هذا المكان فإنها كانت تخرج الشارع تقوم بتنظيف تلك الأشياء، وأحد الكلاب في الكونستراكشن سايت قاموا بسبها يا رفاق الأوفياء. الآن يجب علي تعليمهم وتدميرهم. لا أحد يتعامل مع أخت سي جي ويبقى على خير. خبرك بعجلة تلك السيارة. الأمر جنوني. فهمت الآن. الشيء الذي علي فعله هو أن علي تربيتهم. أختي إذا خرجت فلا يجب عليكم التحدث معها هي أيها الكلاب بتلك الطريقة. أين هو هذا المغفل الذي قام بسبك؟ راقب راقب، ها هو جاي. شايله؟ هل تريد الموت؟ هيا. لا أحد يتعامل مع أختي بتلك الطريقة ويبقى على قيد الحياة ويريد المجيء عندي. حسنا، ما سنفعله الآن هو أننا سنقوم بتعذيبهم يا أصدقاء. سأعذبكم، يعني أنني سأعذبكم. هيا تعالوا تعالوا يا أيها الكلاب، راقبوا الشيء الذي سأفعله. بام، تم تفجيرها. هاتي السيارة فإنها مضادة للانفجارات، لا تقلقوا. لقد قمت بتجريبها مرارا وتكرارا ولم يحدث أي شيء تقريبا. نحن تم تدمير تلك البناية. تلك البناية الأخرى سأتركها حتى الأخير لأن بالقرب من تلك القنبلة سأحاول التسديد عليها فقط. وهذا المغفل فإنه هو جاي بالخلف مني، يريد يا رفاق منعي من تدمير هذه البنايات التي قاموا ببنائها. حسنا، سننزل وهي لكي نقوم بتفجير هذه. يا سلام، تم تفجير وتم تفجير سيارتهم كذلك. والآن هي لكي نتجه للبنايات الأخرى. هذا الكلب هو جاي عندي، راقبوه. لا 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 لا، رجل الشرطة لقد سأضع يدي. توقعت بأن ذلك الشخص معهم، وفإذا بي أتفاجأ بأن ذلك الشخص رجل الشرطة. هذه المهمة من بين المهمات سهلة جدا، ولقد فشلت فيها بسبب رجل الشرطة بطبيعة الحال. هيا لكي نقوم بتفجير الكلاب. نفجر أولا تلك البنايات بسرعة كبيرة. والآن نأخذ هاتي. في هذه اللحظة هاتي البنية لم تنكسر. فهمت. بكيرفل، هذه الشاحنة فإنها رائعة جدا. رغم أنهم قالوا لي بكيرفل the explosions، لكن لن أسمع لي كلام لأنه لم يسبق لي أبدا. أنا قمت بتفجير هذه البنايات هنا، وكانت فيها تلك البارز الخاصة بالإكسبلوجن الخاصة بالمتفجيرات. لم يسبق نهائيا أن تم تفجير هذه السيارة. سيارة قوية جدا بمعنى الكلمة. يا سلام، بقيت دقيقتان فقط. لا مشكل، ننزل الآن. رجل الشرطة غير موجود، علي التأكد الآن من أن رجل الشرطة غير موجود. نقوم بتفجير تلك. بدأت الكاتسين. زعيمهم فإنه يتبول هناك، علي دفنه على قيد الحياة. ها، سيخاف. شوف شوف شوف. I didn't see nothing. لقد شاهد بأن البنايات
تم تدميرها وخاف المغفل باريهم فهمت. ذلك هو الكلب الغبي الذي كان يتحرش بأخت سي جي. هيا سنقوم بتدميره الآن. أوه سينزلني سينزلني، لا يهم، سأتجاهل ذلك المغفل نهائيا وسأذهب للسيارة الأخرى وسأقوم بإنزال صديقهم. هيا انزل أنت، قام صديقك بإنزالي، أنا كذلك سأقوم بإنزالك. آه هناك علامة هناك، ممكن نعلي استعماله أم ماذا؟ لا أعرف، هؤلاء الكلاب لا أريد قتلهم لكنهم يريدون. تم فعل سباون لهذا الشخص، رأيتم؟ راقبوا راقبوا، أعتقد بأن ذلك الكلب موجود هنا، ممكن أنه موجود هناك. هيا لك أن أقوم بدفعه. هذا المغفل فإنه سيحاول، هل هو هذا؟ لا أعرف، لا 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 ليس هو ذاك، ليس هو ذاك، أنا متأسف. آه رجال الشرطة، رجال الشرطة، هرب 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 هرب، علي الهروب من رجال الشرطة لكي لا يقوم بإمساكي وأفشل مرة أخرى في هذه المهمة. سأدور عند رجل الشرطة لكي أقوم بقتله. رجل الشرطة لا يجب عليه أن يبقى على قيد الحياة. يا سلام يا سلام يا سلام، ها هو المغفل الغبي. أوه أمسكني، أوه الحمد لله الحمد لله، لم يمسكني الكلب، لقد نزل من الموتور سايكل شاهده، وهو الآن يريد إمساكي. هيا رجال الشرطة ابتعدوا ابتعدوا يا رجال الشرطة، لا أريد أن أفعل لكم أي شيء. هيا انزل انزل أنت هناك، سأدفنك على قيد الحياة أيها الكلب. الآن سننزل من هاته لأنها ثقيلة جدا، وبعدها سنأخذ الشاحنة. أتمنى فقط ألا يقوم رجال الشرطة بالإمساك به. بسرعة بسرعة بسرعة، أصبت رجل الشرطة أصبت. وفي هذه الأثناء النجمة ستختفي، هذا صراحة ما أتوقع، النجمة ستختفي، رجال الشرطة لن يستطيعوا الاقتراب مني. أوه سندفن كذلك سيارة رجال الشرطة، أول مرة في التاريخ سأدفن سيارة رجال الشرطة مع ذلك المجرم الغبي الذي قام بالتعدي على أختي. ها رجل الشرطة خرج، أقبل رجل الشرطة ويتمشى فوق القبر. أما بالنسبة للنجمات لقد اختفت الحمد لله. ياي قمت بتدميرهم صراحة، يستحقون الشيء الذي حدث لهم، لا أحد يلعب مع أخت سي جي ويبقى على قيد الحياة. انقلبت هاتي لوحدها، أعيدكم أنني توقفت نهائي عن السيارة وتم إعادتها مرة أخرى على العجلات. هناك اتصال هاتفي، أنا هذا الشخص الذي يتحدث. زيرو هو الشخص الذي اتصل بي، ليس لديه مكان كي يعيش فيه، بروبرتي فهمت. جميل، الشيء الذي حدث في هذه الأثناء هو أن زيرو تحدث معنا وقال لي بأن ليس لديه منطقة لكي يعيش فيها، ولديه أحد المحلات التي يريد صراحة يا رفاق مني أن أقوم بشرائها، لأن مع الأسف ليس لديه المال، وأكيد سأقوم بشراء ذلك المحل من أجله الآن وفورا. هيا لكي نتجه عندها، بعدها سنقوم بإنهاء هذا المقطع. وصلت للمنطقة اسمها زيرو إرسي، هناك اتصال آخر من هذا المغفل. كم الثمن أولا؟ لا أستطيع رؤية الثمن الآن على الانتظار. جيفرو كيف حالك يا جيفرو؟ I was talking to Caesar. When it comes to driving, whoa, أعجبتها. He told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, wow. ذلك الشخص خطير. ماذا يريد جيتر؟ Driving school. نعم فهمت. سنفتح الآن مدرسة درايفين سكول وسنلتقي بحبيبة سي جي وهي ميشيل. حسنا مع السلامة يا رفيقي، شكرا لك. وها نحن قمنا بفتح الآن. كم الثمن؟ 30,000 دولار. سأشتريه من أجل زيرو، سأشتري له هذا المحل أكيد يا رفيقي زيرو. استمتع بهذا المحل، أقطن فيه وقم بتسييره ولا مشكل. هيا لكي ندخل فقط لكي نكشف كيف هو المحل وكيف يظهر من الداخل. واو محل خطير، الناس يتم فعل سباون لهم في الفوق. ماذا قال هذا المغفل؟ أو سبني وقال له قلها لزوجتك أيها الكلب. واو منطقة رائعة صراحة، فيها الألعاب وفي هذه الأشياء، تقريبا الأمور الإلكترونية. أكيد زيرو ستعجب هذه المنطقة وسيسكن فيها، سيسكن هنا في هذا المكان، ممكن أن يقوم بوضع سرير في هذه المنطقة ولديه كذلك حاسوب. أكيد المكان سيعجبها، وهذا المحل فيه تقريبا جميع الأمور، هي الهليكوبترز التي يمكن تحكم بها عن بعد أكيد، وها هي الطائرات الأخرى التي سنقوم باستعمالها، سنقوم بتنصيب تلك الأشياء، وبالإضافة للسيارات، سيارة تحكم عن بعد، سيارات الإير سي. أول لعبة تم إظهار فيها
تلك السيارات الخاصة بالتحكم عن بعد وتلك الأشياء هي لعبة GTA سان أندرياس. والآن سأعود يا رفاق للمنزل لكي أفعل السيف جيم وسأنهي هذا المقطع. لكن قبل أن ننهي أكيد يجب علينا الإجابة على هذا الاتصال الهاتفي. من هو هذا الشخص الذي اتصل بنا؟ زيرو. I signed the deeds. Mission. Deep into the enemy territory. Fahims. Whatever you say. You know? Oh, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. A mess, نعم. I'll drop in soon. Let's go. زيرو يا رفاق الأوفياء فإنه لم يكن في المحل عندما قمنا بشرائه، لكن تحدث معي الآن وقال له بأن المحل فإن سيء جدا يريد تعديله. استمتع بوقتك يا صديقي زيرو، قم بتعديل المحل وسأزورك في القريب العاجل. وحتى ذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.